نحن شايفين في شباب بنات لابسات بناطلين لافات في البلد، انتوا ما شفتونا يا جماعه؟ شفتون ولا ما شفتون؟ في واحدين خاتين صفات صفة دوغارلوري خاتينا ما ناصحهم خليهم ساير، واحدين عيونهم مرقرقه جاربين بنجو ولا مصيبه نخليهم ساير، احنا خايفين على الامه دي ديار انها ناصحه. بعدين في شباب هنا لافين الحمد لله فيهم خير بنجي نبلغهم، في واحدين مرضانين بيجوا بالجنبات بيجاي، واحد قبل شويه راكب لها امجاد جاء قال دواعش ومشى، دواعش بيجوا يتفاهموا مع الناس، دواعش ديل بيشيلوهم متفجرات بيجوا يفجروا الناس ويمشوا، نحن ما دواعش، نحن ضد دواعش، نحن خايفين على المجتمع من عذاب الله تعالى، أتينا إلى هذا المكان لنبلغ دعوة الله تعالى من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ودي عامة المسلمين دارنا ناصح في ضوء الكتاب والسنة. بعد ذاك رب العزة والجلال قال والعصر، أقسم الله بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء، يعني أنت كمخلوق ما بجوز لك تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ ليسكت. بعد ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما حسن الألباني رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما بجوز تقول وحات الزاد ده وحات البيني وبينك وحات ايه وحات ايه، قاعدين نركب في البصات وفي الحافلات نسمع ناس، واحد فنان قاعد يغني صدفة وانا قاعد اسمع راكب في البص ولا الحافلة ما اعرف، صدفة ايوه صدفة، بعد شوية قال صدفة واجمل صدفة انا يوم لقيتك، بعد شوية قال بعبد حبك انا بهواه، والله يوصلوا درجة زي دي، يعبد حب الشابة وكذا ومتعلق بها، ديل ناس لافين وديل بيغشوا في الشباب، واحد يجي يمسك له ميكروفون بيجاي له 50 عاطل شغالين تريرم تريرم وبيغادي 70 عاطلة قاعدة برضو دي بجنبها وتلقاه يغني ويوهم في الرأي العام شغال، اوه يا رئيس وقف المركب، وانت من زمان المراكب الناس بقت تركب بنطون وتسوي كبري الحلفاية والشغلة ماشية، يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب، داير يغرقهم مع الشفت، داير يغرق الشباب معه، نحن شباب زي ديل ما بنلحقهم والله الذي لا إله غيره. واحد ثالث بغادي شغال يغني ما مشكلة، انت ذاتك مشكلة في البلد دي، وإذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك رب العزة والجلال قال والعصر، بعد ذلك قال إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان يمشي على وجه هذه الأرض بعدين بيخسر، إلا من اتصف بأربعة أوصاف، تتصف الأوصاف الأربعة دي أنت بتفوز يوم القيامة، ما تتصف بها بعدين بتخسر، والله الذي لا إله غيره. إن الإنسان لفي خسر، ونحن الآن شايفين حال الإنسان، بعدين المصير عند الله سبحانه وتعالى. تلقى شباب بعضهم واحد همه كله الشكل بتاعه، واحد ثالث همه بس الصفة كيف يدردمة والعمار الممتاز، وكان ما فاطر ما تخاطر، دي صفة ولا غنبلة دي أصيلة شنو، واحد بيغادي ده بتاع سيجار شغال اوف اوف ده بيجنبه، واحد ثالث خدت له حاجه بجر في شيشه، شباب في ريعان الشباب. بعدين الرسول قال لك صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد يوم القيامه عن ربه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
شباب واحدين بتاعين فيسبوك واتساب واحدين ياهو تلقى بيجي لابد للبيت البيت تلقاه مطرفة براه يجي جنبه اها الجو كيف الجو كويس كان ختاك انت والله يا شفت بعد شوية يجي السلام عليكم كيف اصبحتوا الواطة مساء انت ما عارف الصباح من المساء بعد يومين ثلاثة يجي للبيت المرة اللي فاتت احنا قاعدين نتكلم هنا في ثلاثة بنات قاعدات بيجاي في واحد الدبة زي قرد الطلح قاعد ينطط مشالين هناك جاء قاعد وخلي صامت بتصل بيك بعد عشرة بالليل لابدين يا اخي اولاد وبنات قاعدين زي بدعشوش او الدبرك واحدين قاعدين اثنين اثنين زي حجار البطارية قاعدين تونسوا قلت لي شنو يا سوسو قلت لي شنو يا حمودي خلاص دي خربت والله كتر اولاد المايقومة من الشغلة دي ذاته والله ما لا يحب الفساد سبحانه وتعالى لكن ده سبب للبلاوي في البلد دي يا بنات بناطلين اقسم بالله انا تحت السرير بعد انزل الملاية ما البس لبس زينة انا ذكر خليه اللي انتهى جايات بيجاي والله الذي لا اله غيره والمشكلة شباب مرات بعضهم ما تعرف الحاصل عليه يكون قاعد جنبها ولا يجي وتونس جنبها وكذي كأنه يقول لك يا اخ دي زي اختي زي اختك اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من شنو من النساء ولك يا مولانا والله احنا بنقعد ولا بنحس بأي شيء ما بتحس بأي شيء وقال على الرجال والله الذي لا إله غيره موضوع ده واضح شديد جدا فقال لك إن الإنسان لفي خسر ابن آدم ده قال لك بيخسر يوم القيامة إلا اللي بيتصف بأربع صفات أو أربع صفات قال إلا الذين آمنوا آمنوا يعني عقيدتهم في الله صحيحة وده أخونا أحمد ده لما يتكلم في الموضوع ده الهيج الجماعة ديل الجبه جاي مايتو الجبه جاي بتاع التوسان ده خلوا الناس في حالة ما تكلموا في الناس الناس خلت الدين يبقى الكتب دي أنا بوريك الحاصل شوف ده كتاب فيه اسمه شياطين نخلي الناس يتبع الشياطين والله صفحة 114 أفتح الكتاب ده صفحة 114 أسماء بتاع الجن عديل كلاسي أنا بقرأ لك ده الناس باسم الدين تكون مؤمن يعني عقيدتك في الله صحيحة اعترت أي ما تكورك للناس انت اعترت نادي الله سبحانه وتعالى ما تكورك يا فلان الحقنا يا فلان افزعنا نادي الله قال لك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون في الكروبات تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ده صفحة 114 كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تأليف إسماعيل محمد إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري شوف ده أسماء بشر ولا أسماء شياطين البقرة لك ناسي إن شاء الله طيب صفحة 114 قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ده ورد ويسمى حزب السريانية حزب السريانية قرآن من الفاتحة للناس ما بتلقى فيه حزب اسمه السريانية يا أبو ميوان شغل بتاع نجر قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء بعدين في ثلاثة ولا أربعة صوفية لافين هنا دارين خربوا الحلقة دي بيحقدوا على الشباب وعلى الأمة لأن وعي الناس الصوفي جاي لافي واحد المرة اللي فاتت واحد قطع السلك مش يقطع الطقة كهرباء بنشوف بنصلي عليك ولا بنصلي عليك نجوا اللي بيحصل شنو والله وعدين لافين قالنا نحن بنخاف لا والله ما بنخاف إلا من الله سبحانه وتعالى فهم الكلام ده كويس المرة اللي فاتت كتموها هنا واحد تقول ما عارف أنا ما كرعمة مشحمات ولا شنو ما قادر يمشي واحد هنا دي هناك اثنين طائرات بجنبها وانا ما نعيب خلق الله تعالى لكن لأنه زول في نهاية بتاع لخبطة
الزول لا هنا دي قاعد يكورك سووا جوطة جوبتا عين الدفار ناس الشرطة كتر خير شالونا كلنا المهم ودونا القسم ده ذاته ما لمينا في سوى الجوطة دي محل جرى ما عارفه في بتاع درداقة بتاع عين الشرطة نحن أنا الشغلة كتمت أنا لقيت روحي واقف براي جنبي ثلاثة ولا أربعة وقاعد في السماعات شرطة جوب عصي وبساطين الجماعة جروا في بتاع درداقة ما لقوا مرة واحدة الدرداقة قاعدة ترمس مجاني والشم أي شيء مجاني وين بتاع الدرداقة لازم شرطة وين بتاع الدرداقة ما لموا فيه أظنه براغب من بعيد الشغلة الصوفية جروا واحد بس لموا فيه جاري متلبس كابتن ماجد ولا بسام قبضوه بغادي أوعك أنا بكشفك أوعك أنا والله بنجمك يا صوفي ما قصديته ناس محترمين ده بيجمع بعدين ساقونا القسم هناك الحراسة بتاعت الحتانة بيتونا أنا متكيف جدا لأنه في شغل بالنهار بتاع سخانة وعتالة الله ريحني منه والله بيتونا حراسة باردة وتونسنا مع ناس الكاتل مرت وتونسنا مع الله يتقبل هسي ما عارف عملوا ليش واحد كاتل لجنة برضو تونسنا معاه في نص الليل قمت الصبح صحيت وانشت قلت له نصحوا يا كتمت يا مشهد عديل غايته شغلة دي بعدين في واحدين قاموا معاي توضينا صلينا الصبح ونستهون المساجين وكذي بعد شوية المجارمة كلهم قاموا صلوا الله يتقبل وبيقوا ناس فيهم خير قال يا مولانا ما تنسانا ها والله تجابوكم هنا أنا عارف في شكل الله هنا لكن انتم ما تنسونا جونا بعد ذاك زيارات المهم الصوفي كبير قبضوه جاري ما بعرفه قبضوه الضابط بتاع القسم من الضباط واحد ملازم قال يا مولانا ها انتوا في شنو؟ قلت له والله يا صوفيه دي صفحه كذي قالوا كذي والكلام ده مخالف للكتاب والسنه لانه الله قال كذي ولانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذي وصفحه كذي قالوا كذي صفحه كذي قام قال للصوفي يلا انتوا ها مشكلتكم شنو؟ والله يا جماعه ديل الضابط قال له عندك صفحه كذي ولا ما عندك؟ قال له انا تكيفت منه جدا عندك صفحه كذي قال له ولا ما عندك؟ والله قال له ما عندي ما عندك قال له انا عرفت الحاصل بعد ده بعد ده مولانا اخذوا راحتكم قال له قلت له دخلنا على الجماعه ديل جوا نشوف الحاصل فاني انا ملا وزين افهم الكلام كويس والله انا ابيت جوا هناك بكون متكيف جدا وما عندنا مشكله مع عساكر ولا غيرهم افهم الكلام ولا خايفين من بشر الصوفيه اثنين ولا ثلاثه اللي بيجوا لافين ديل ده ماكل قرض ونحن ماكلين باسطه ايهما احق بالامن ان كنتم تعلمون ما كل لك رضا لما انت قرضه وانا ما كل لي باسطه وبسبوسه وجداد ما قلت الريالات بتجي من هناك هسي دوش ريالات والله قال ريالات بتجيكم من هناك وتضعفوا في الاحاديث وتسمنوا انتوا هسي نحن سمان ما بتخاف الله يا صوفي شوف ده اسمع شياطين عديل قال اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم إنه ليس في الرياح مرة ولا في السحاب قطرة ولا في البرق لمعة ولا في الرعود زجرة ولا في العرش والكرسي شيء ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت شوف السبع الشوية بجيب لك أسماء لما أنت خط يدك في راسك أو تستغرب قال شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب الأرضين والسماوات كاشف الكروب علام الغيوب ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب بهبوب شنو؟ هبوب بيبدأ لك هبوب وبعد شوية بيجيب لك الكتاحة ورا قال بهبوب هبوب بلطف خفي يا الله يا الله يا الله بصعصع صعصع والبهاء والنور التام بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب يا الله يا الله يا الله حم 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 كهوب كهوب الذي سخر كل شيء الذي سخر كل شيء يا ناس كهوب ولا الله حم حم الذي سخر كل شيء ولا الله انت نحن حمام يا اخي بتقول لنا حم حم طب شتت لك في عيش ولا شنو ده دين يدان لله تعالى به فيه سهسهوب وفيه طهطهوب وفيه لهوب
وفيه كهوب كهوب، ده دين؟ ده اسم صحابي؟ وريني. ده اسم ملك من الملائكة؟ اي ده شنو؟ ده ما سؤال يحتاج الى تفسير. افتح صفحة 60، خلي شاب ده 60 ل 65. الشيخ الصوفي قال انا يددي من هنا، قال رفعتها قدت بها السماء الاولى تر، والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. قال بعد قدقد السماوات السبعة، قال جاب موزة بفوق، ما عارفه بوين، جاب بفوق موزة لحد دخل يده تاني، قال لما في الحوت كلكلوا بيتحت ولا هابش، هذا جاب أقرا عليك أنا بقى، قال كذي. طيب وعدين يستغربوا، موزة موزة ومانجا وماذا بعد ماذا؟ لخبطة في البلد والله إلا الذي لا إله غيره. وأنا أستغرب بتاع التوزان ده أسي مشى جفل، الله لا عادك، ده بيتحرك لشنو؟ شباب ده نحن دايرين نوحده، ولما نوحد بيبقى أخونا، أفهم الكلام؟ نحن أخواننا ما إلا نقول إلا تبقى معانا حتين أخونا، لا لا ما تبقى معي زول، خليك حر كذي بس. نحن الزول اللي بيسف بيحلق دقنه مفلفل شعره ولابس حقنة وكباية وراسطة، فاهمين أي شيء في البلد دي؟ ما تشوف الشغلة هذي كذي، دي علامة جودة، لكن فاهمين أي شيء نحن، أفهم الكلام كويس. بعدين الزول اللي عنده المصايب دي جت وموحد، أي عقيدته في الله تمام، أي إلم في الشعر يفلفله، ولك والله ما معقول يا أخي الشيخ يلحق يا أخي، شغلة دي عند الله بس، ده أخونا بنحبه في الله تعالى، بيه فلفلته دي، بيه السفنب بتاعته دي، متكيفين منه جدا. بعد ذاك دي مصايب تانية بنجي نعالجها إن شاء الله، نجي ناصحه في ضوء الكتاب والسنة انتصح. لكن تجي ماشي بالطريق تكورك ما تكلموا في الناس، انت عارف الناس يتكلموا قالوا شنو؟ دي كتب اللفاظ الصوفية خدعوا الأمة غشونا. المرأة دايرة تلد 7 سنة ما ولدت، ودوها للشيخ بدي جنة. شيخ كيف بدي جنة يعني؟ كذا اشرح لنا دي بدي جنة كيف يعني؟ والله ما الشيخ بيقول لها كذي بدي جنة، في كذي بتدي جنة؟ أنا أتحدى أي زول يجيب لي بس كذي رسل بها رسالة، بس رسالة في الواتساب أعملها كذي كذي يا أخي بتجي جنة، ده هو ده جنة ولا كتاح أصله باسم دين الإسلام؟ والله وما يغضب لله تعالى، في كتب موجودة. زول بيقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. كلام ده ما مخالف القرآن، قال الله تعالى في القرآن أفرأيتم ما تمنون، الله داك لا واضحة كذي، قال لك أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله قال لك الجنة ده بتخلقه إنت ولا بخلقه أنا؟ قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله قال لك مش جنة كامل، ضبانة قال لك ما بيخلقوها. يبقى المشايخ جد تقول له انتوا الطريقة القادرية خلقوا جناح الضبانة اليمين، والختمية خلقوا الشمال، والتجانية جيه الراس والعيون، وديلا خلقوا بطن الضبانة وخلوها تطير، يقدروا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما كذبت وإن يسلبهم الذباب شيئا، ضبان قال لك بيسلب سلب، ما بيجي بقول لك عن إذنك أفطر معاك، ما بقول لك كذب خش كذب رجال زاي، بيجي إنت قوي بينك لك في نخرتك وقرصك، قالوا فيه حكمة، قرصته بتظهر بعد مسافة، بقرصك وبطير إنت يا دوب بتحركك بتدوك كذب بتلقى ماف وطار مشى فرتك والله، وياكل الاكل بتاعك كذا. انا اجيك للجماعه ديل، ده قال صفحه من 63، قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي، واعلم نبات الارض كم نابت، واعلم رمل الارض كم هو رملتي. دي كذبه ولا ما كذبه؟ قال رمل الارض رمله بعرفها. قال والله يا جماعه الناس ديل عجيبين مره واحده، يا اخي رمله كذا يجيب لك جردل بس، قول له عد الرمله الفيو جردل بس، الله آلة حاسبه توحى الفيو، تا
تكتب كذي التمنيات تقفل كلها. تاني اها طق طق لا يمكن الوصول اليه حاليا. تاو حال ذاته خليت رمل الارض جد قال بعرفها رمله رمله. دي قطبه يا اخ دي بترمي العمود يا اخ. يا اخ ما نادي ما بخاف والله. زول ما بخاف الله سبحانه وتعالى. وذاك زعل بتاع التوزان ده انا عكرني والله جابني من الركشه دي هناك. عكرني جماعه فتح القزاز كذي ما تكلموا في الناس. انت ذاتك قول بعرف عدد الرمل. شوف ما تكلمنا فيك. اسمع خلوا الناس في حاله. ديل خلوا الرمل اصل الناس ديل الرمل خلوه عدوا الرمل اصل دي ما فياقه في داعي زول يعد الرمل. وكم رمله لقيتها كم رمله كذاب. قال ولي نشأة قال واعلم علم الله احصي حروفه. هذا خش في محل احنا بنسكت فيها. قال علم الله واعلم علم الله احصي حروفه. ما قال لك ما يقول لك وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الايات دي وقل رب زدني علما. لا 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 قال علم الله انا بعلمه حرف 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 حرف. واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي. يا ناس قال موج البحر موجه موجه بعرف كذا عم ضد التيارته. قال ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة. ذا القادر قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. الشرق والغرب الغرب قال كله أنا مالكة بلاد الله. ذا القادر الختم قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قالوا أيوب نادى الصوفية وفي زمن أيوب في صوفي لاف في البلد كلها كذب ولف دوران باسم ديني الإسلام والله الذي لا إله غيره. شفت الكتاب ده فيه شيخ اسمه محمد الفرغلي ده عنده كرامة في تومان جريمة بتلقاه كرامة هنا في البلد دي قاعدة هنا. قال من كراماته قال أن التمساح خطف بنت مخيمر النقيب. قال ده نقيب اسمه مخيمر والتمساح خطف بيته وبيته الوداء البحر شنو بيكون رأس السنة لكن الوداء شنو رأس السنة ما بجوز تمشي. المهم قال التمساح خطف بيته. قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي أبويا الشيخ أي تمساح خطف بيته أزيد أزول فيه خير خلى بيته لما مشت البحر وخطف تمساح والبلد دي ناقصة تمازيح. شوف هذا ديل السفات تمازيح اللي قاعدين جنب البنات ديل واحد يجي لابد يتدبى. والله أنا ما بقدر أنوم الليل ودي بنادول ما بتقدر تنوم الليل. دي شنو يعني تلعب علينا نحن وعديت النجوم كم نجمة لقيتها كلها لخبطة والحرامي طفر غنية فيها حرامي وكي تحبه ما بعرفه يحبه هس جاب الحرامي للحب شنو طفر وسرق ما بعرف كذا. انا ما ذا نوسع الكلام كثير. المهم قال التمساح خطف فيتو. قال فجاء الى الشيخ وهو يبكي شيخ اسمه محمد الفرغلي في الكتاب ده هذا الثاني ده طبقات الكبرى. قال فقال له الشيخ اذهب الى البحر ونادي باعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. الفرغلي ذاته قال له امشي البحر ونادي باعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. في تمساح بيعرف الفرغلي يا ناس وكذا الفرغلي اللي خش عليه جوا. قال فجاء التمساح يمشي كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جاريه. ناس بيجاي جارين وبيجاي جارين والتمساح جمل. قال زي المركب. قال حتى وقف بالقرب من بيت الشيخ. تمساح ذاته بيعرف بيت الشيخ عشان تعرف الشبكه واحده شبكه بتاع التمازيح. قال ما فضل الا يقول بس التمساح دق للباب
قال فخرج الشيخ فأمر الحداد بقلع جميع أسناني. في حداد جنبه قال له تم ساعد خطف البيت هاي قلع له أسنانه وشت تمساح. تخيل تخيل الحداد جاب اللجنة والشاكوش والتمساح فاتح خشمه من غير بنج ولا أي شيء، فاتح خشمه كرج والتمساح واقف ساي. تمساح صوفي ذاته، كان تجيب تمساح تابع لنا نحن. بعدين قال لما فيه تر تر قال كسر لسنه وشد. والله الكلام ده مضحك يا جماعة، هزي تضحك يقول لك في داعي تضحكوا، أهيتوا في داعي تصروا؟ والله ما بيفهم بسيط. وشوف كلام زي ده لو مضحكتها عندك صامولة نصيتة في كوشة، والله عندك صامولة فاكة لو كلام زي ده سمعته ومضحكتها براجع عقلك انت عندك حاجة. بعدين بعد ذا قال فقلع جميع أسناني كرن كرن قال لعين لجت. فأمره بلفظها قال لا طرشة، طرشوا البيت زور رزق التمازيح ما يرجعوا. قال طرشوا، قال فخرجت حية متهوشة بعد قرمشة. قال مرقت حية قالت أنا كنت وين؟ كنت في ومبدة، ما كنت جوا تمساح هنا، يعني كنت وين يعني؟ ما كنت جوا بطن التمساح ده هنا، والله الذي لا إله غيره كان موجود أنا هنا في ترجمة الفرغلي. قال أنا ضحكني باقي القصة، ده كله ما ضحكني، شفت باقي القصة؟ ضحكني. قال فأخذت العهد على التمساح ألا يعود يخطف إنسانا وهو حي. ولا تمساح ثاني أنا قاعد في البلد دي ما تخطف أي زول. قال ياوضة ضحكني الجزئية الأخيرة دي. قال له فقال فعاد التمساح إلى البحر ودموعه تسيل. والله تمساح تمساح شايل جراح، جراح من الشيخ الفرغلي ده كله لخبطة باسم دين الإسلام. أنا داري أعرف بتاع التمساح بتاع التوسان ده الجغط بان ده بإجاي ده أنا بكرهه. قبل ما كان وقف كان بعدين استفرغ اللي اتغداه، والله جاب إجاي قال ما تكلموا في الناس وندل خلوا الناس والتماسيح طرشون. جماعة ديل في كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف عبد المحمود نور الدايم، ده قال الشيخ قاعد في الحلقة شيخ اسمه عبد الرحيم المغربي ونقلها من كتاب الطبقات ده. قال قاعد في الحلقة فنزل شبح من السماء. قال شبح جاء من السماء في حلقة الشيخ. قال فسكت الشيخ هنيئة ثم صعد الشبح تاني طلع فوق. قال فقال الحاضرون للشيخ ما هذا يا شيخ الشبح ده؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه. قال الملك غلط فوق، ملك غلط. قال جل الشيخ قال له الشيخ أشفع لي عند الله، اسمه عبد الرحيم المغرب. الشيخ قال له الله عشان الشيخ الملك ده رجعه ولازم رجعه طوالي. والله ده معنى الكلام هذا جايبه هنا ده وجايبه في كتاب النصرة العلمية. ده كله يا جماعة هوس باسم الدين والأولى في البلد دي، ودي أهم نقطة ونحن تكلمنا فيها. إلا الذين آمنوا، آمنوا عقيدتك تبقى في الله قوية. إياك تخاف من زول، وزول مات غسلوه كفنوه مات دفنوه تاني ترجف منه تخاف؟ تجعل عقيدتك في الله صحيحة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مد الله في الآجال إحنا بنجي الجمعة الجاية إن شاء الله وبنحاول نجي بدري الناس تجي تبلغ دعوة الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عنده سؤال أخونا. طيب السلام عليكم يا شباب. صلاة ثم تسليم مجدد على الهادي إمام الخلق أحمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد فاكسر بالصلاة على محمد. لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وقم في الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وقل يا رب لا تقطع رجائي وكلي بالصلاة على محمد. صلوا عليه. طيب يا شيخ عزيز لك سؤال عن يعني الصوفية في حد ذاتهم، أنا عايز أخيرك بس من خيارين، هل هم مسلمين ولا كفار؟ يعني سؤال محير شوية، شايف في بعض يعني
عندكم اختلافات انا ما اعرف، بس داير اعرف النقطه دي كزول ما اعرف، وداير اعرف يعني يعلم انه الحاصل شنو في النقطه دي. تفضل يا شيخ. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه، وبعد فان شاء الله طالما سالت بنجاوبك نحن، لكن قبل الدخول في الجواب في السؤال، الابيات التي ذكرت هذه الابيات كون صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام ده من الدين. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا شنو تسليما. لكن الابيات دي فيها خطأان نحن سمعناها كثير جدا. الخطأ الاول انه علق قبول الاعمال من الصلاه والصيام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزول اللي بيصلي وبصوم وما بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الله ما بيقبل شنو صلاته. الكلام ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح، لأنه أنت إذا صمت لله سبحانه وتعالى أو صليت لله في شرطين، إذا توفرا الله بيقبل عملك. اللي هو الشرط الأول الإخلاص لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بشنو؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث في البخاري ومسلم عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإنت لو نيتك مخلصة لله سبحانه وتعالى، أنت مخلص لله ونيتك خالصة، ده الشرط الأول. الشرط الثاني انك تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام، وده حديث اظن المجلس ده كله او الموقف ده كله حافظه، حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني شنو اصلي. انت اذا توفر فيك هذان الشرطان قبل الله شنو صلاتك. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام مقبوله من غير باقي الاعمال، يعني كأنه الأعمال الثانية لو أخلصت فيها الله بيقبل، لو ما أخلصت ما بيقبل، لكن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام حتما كما ذكر حتما مقبولة حتى لو ما أخلصت فيها. والكلام ده باطل، لأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. والله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله شنو؟ مخلصين له الدين. فإنت لو صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام مخلص لله الله بيقبل صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو ما مخلص لله قدام الناس ساي هم صلي على محمد وعلى آل محمد قدام الناس ساي عشان يشكروك، ده الله ما بيقبله. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربي عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ده بالنسبة للأبيات الذكرة. النقطة الثانية مسألة الصوفية وما الصوفية وكذا إلى آخره. الصوفية ديل هون شنو يا جماعة؟ أنتوا بالراحة أفهمون النقطة دي. الصوفية ديل ناس عاينوا للمسلمين ومرقوا من نصهم. الناس المسلمين قاعدين يلبسوا جلاليب وطواقي وبصلوا في المساجد وبنادوا الله براه في الشدائد وما بعلقوا حجبات ولا غيره. الصوفية خالفوا المسلمين في المسائل دي. كيف؟ مش في مسألة الجلابية ولا قد، لا، الصوفية بيقولوا واحد، بيقولوا غير الله بيخلق. أفهم الكلام ده؟ أنا بديك له بالكتب وبالصفحات، احنا كنا دايرين نختم لأنه الزمن شنو؟ مشى، لكن أفهم الكلام بالراحة كده. الصوفية بيقولوا غير الله شنو؟ بيخلق. والمسلمون بيقولوا غير الله ماله؟ ما بيخلق. أيوه، الدليل إنه غير الله ما بيخلق، قال الله تعالى في القرآن والآية ذكرناها قبل شوية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن أداة نفي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعدين رب العزة والجلال قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نازل فيهم طلبة بعرفوا الكلام ده، شيئا نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما يقدر يخلق أي شيء في الدنيا دي.
دي نقطة. طيب الصوفية في كتبهم عندهم كتاب اسمه ليك سلام مني، تأليف عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي، قال فيه قال في شيخ اسمه تتا، قال في شيخ اسمه شنو؟ تتا، صفحة 40 ل 44. انت اخونا سأل تركز في الكلام ده كويس، بعد ذاك الباقيين يركزوا. قال تتا ده مرته قالت له الشيخ دار لي خادم تخدمني، هذا غسل العدة والهدوم ولا حاجات قش، مش مفروض يمشي أجر له مرة من السوق بتخدمه كذي؟ لا لا لا، قال لا أحضري فأسا وثوبا، صفحة 40 ل 44 في الكتاب اسمه ليك سلام مني، تلقاه في الدار السودانية في بعض الكتب بعض المكتبات، تلقاه في أم درمان جنب المسجد الكبير. قال فقال لها الشيخ أحضري فأسا وثوبا، قال لا جيبي فرار وجيبي شنو توب، هسي ده علاقته بالمرأة اللي بتخدم شنو؟ قال فأخذ الثوب والفأس ومعه رجل اسمه عبد المحمود، فذهبا إلى الغابة، بعدين قطعوا غصن بقدر قامة الإنسان، لموا في عود قدر الزول طق قطعوه خدتوه. قال فوضع من فوقه الثوب ثم أخذ سبحته، ده اللي بعكر الأمزية، حاجة ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شال السبحة كر 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 كر، قال فتحرك الثوب، الثوب تحته شنو؟ عود، انتم مركزين الحمد لله، عود. قال فتحرك شنو؟ الثوب. قال فأخرجت امرأة رأسها فقال بخيت 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 ثلاث مرات، فأخذها عبد المحمود من يدها وده الماشي مع تتا، وذهب بها إلى زوجة تتا فعاشت عندها سنين ثم ماتت. البرعي سوى فيها أبيات، قال مصطفى عركينا مع ودعلي المكروم وتتا الفلات القلب العود مفهوم. الله قال في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الله خلق الزول من شنو؟ من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ده البشر خلق واحد من طين الأب الأول، وتاني من سلالة من ماء شنو؟ مهين. صوفية جابوا موديل جديد للخلق، بشر من شجر وعود عديل قلبوا بخيتة، هو الزول بيلدوه بيقعد له سنة ولا سنتين يحبه، بعد شوية يمش بالسرير، بعد شوية يمش زي الناس، بعد شوية يبقى شاب ويمش. ده من عود قلب بخيطة طوالي، لا سمى ليها لا كذي، بخيطة قامت مشت طوالي، تخيل يعني ذو العود قطعوا، بعد ذاك جر سبحته العود طوالي فو فو فت مرقة كابتن ماجد. ده دين يدال لله تعالى به؟ الكلام ده مخالف ولا ما مخالف يا أخانا؟ مخالف للقرآن، لأنه الله قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بعدين الصوفية بقول لك نادي الشيخ، شوف الفهم ده غريب كيف على قلب، زول مات تغسله وتكفنه وتشيله في عن قريب 4 رجال ما قادر يتحرك، يدفنوه بعد شوية ال4 رجال ذاته امشوا واحدين بعيد يعتروا يا فلان الحقنا، هنا شالوا دخلوا القبر، الحقك كيف انت دخلته انت؟ يعني الحقك كيف كذا؟ بالراحة اشرح لنا النقطة دي، والحقونا وافزعونا. قال البرعي قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. قال كان جات مصيبة في البلد نادي منه إسماعيل، ناس جريدة الدار أفشل جريدة سودانية، طبعا دل ما عندهم موضوع، مواضيعهم كلها أغلبيتها جريد يقود صاحبه إلى المحكمة، وجود غنماية في مبدة ب5 قرعين، وما بعرف بيت بتبكي قزاز، جابوا غنماية في مبدة ولا في محل تال، المهم أعرف غايته. بعد ذاك قال آخر خبر قريته والله من آخر الأخبار، قال اصطدام سيارة بدجاجة عربية طقشت شنو؟ دجاجة. قال السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة. الدجاجة كويسة، ما أعرف ودها مستشفى الشعب ولا وين ما بعرف، وقال وده والعربية مطفوجة، جايبين العربية زي الطافي لمبة بجنبة بجنبة، والدجاجة ما جابوها، الديك بيكون غار عليها ساقة بركشة ودها القفص البيت.
ده بيجاي باسم الدين والله الذي لا اله غيره وبغير اسم الدين ده بغير اسم الدين لكن واحدين باسم الدين. فالمهم جريت الدار جابوا قالوا اسماعيل ده ذاته البرع اللي قال لك نادي في الشدائد ده قالوا الغفير بتاعه ناس جريت الدار على لسان واحد اسمه رضا وبيتكلم بعد ده قال نحن بعد ده بنسكت نزل حفروا قبر الشيخ مزيد وحرقوا قبر الشيخ ادريس الارباب وبعدين ضبحوا ركز في النقطه دي ضبحوا غفير الشيخ اسماعيل الغفير الحارس القبه لموا في شنو ضبحوه والشيخ قال لك من اخر الدنيا ناديه في الشدائد وغفير الحارس ذاته عملوا له شنو ضبحوا الكلام ده بيستقيم انت كان بتحمي ما تحمل الغفير بتاعك ده ده لموا في ضبحوه ده الحارس القبه ويخوفك بعدين تنادي الشيخ وتسوي والحقونا وافزعونا واكتبوها في العربات عربيه هذه قاعده في العزبه لقيتها بغادي قادمين فيها يبشام ورا وقدام تنادي الشيخ يبشام ورا وقدام ده مصايب قاعده في البلد دي يوتحسون من المدفونه يدفنوها هون ويقول لك نادينا منها الدفنه منو ذاته ودفنوا شنو الدفنه منو ودفنوا شنو فيها مصايب كلها في البلد دي باسم دين الاسلام والله الذي لا اله غيره نحن نقول لك نادي الله بس لا نادي شيوخنا ولا شيوخنا والله انا يعني الشيخ اللي بيموت نقول الله يرحمه نغسله ونكفنه ندفنه ما فيش انتهى بعد ده الله يرحمه خلى علم بالناس بتستفيد من علمه لكن ده الشيخ مات يا دوب بدت المسلسل ابويا الشيخ مات تبرعات للقبه ابن الاوضه العزاب لاف في الاوضه للميت والعزاب لاف في من غير اوضه في البلد دي بعد ذاك سووا له اوضه يسووا له باب وترباس وطبله اي قبه مش يشوفها شوف القبه دي باب وترباس وشنو وطبله وتناديه ويعني لو حي الا يجي الحوار يفتح له وما مطبول جوا انت ركز بالكلام ده كويس هو مطبول ببابه وطبله ولك تقول له ساوي الباب ده لشنو ولك والله خايف الجماعه ديل يجوا بالليل ايوه يعني من الجماعه اي طيب بتخوفنا بلا شنو بنفخكم وبغير فيكم وبيعمل ليكم وبسوي لك يا اخي ما بسوي اي شيء الشغله دي لو بيسوي لنا لو بيسوي شيء كانوا عوجوا حنكنا ده حنكنا ده ما بسوي اي شيء نازل كذا بعدين الصوفي بيقول لك نادي غير الله واحد اثنين ثلاثه يقول لك غير الله بيعلم الغيب تروح منك شيء يقول لك مش لفلان زي ما قال بتاع الختميه قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي كله قال أنا الغيب بعلمه والله الذي لا إله غيره والله تعالى قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان شنو يبعثون فعداك مسلم ولا كافر دي بحسب الشخص ذاته ما يزول وقع في غلط ولا كفر نحن طوالي بنقول لك كافر نحن ما تكفيرين افهم الكلام كويس بنجي نقعده يا فلان انت قلت كذي اي كلامنا مخالف للقران ده رده يا اخي رده عن الدين تنادي الشيخ دليل شنو على انه رده قال تعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله انت الله هذاك قلت لا اله الا الله لا اله الا الله يعني ما بعبد الا الله سبحانه وتعالى وما بيستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى ثاني ليه تنادي الشيخ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله قال لك لا 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 انا بناديه وبناديه تقول له يا اخي الكلام ده مخالف للقران وتشرح له فسر له لا لا بس انا كذي انت وهابيه وانا ما بقبل كلامكم وانا كذي بس واحد في السلمة قال لي المكاشف ده لو خاش جهنم بخش معه لو خاش جهنم بخش معه تلام مبروك عليك سلام عليكم والله تلام مبروك عليك انت دايرة براك انا ما الحكم لله سبحانه وتعالى انا ما بحكم عليك بجنة ولا نار فافهم النقطة دي يعني ما هي زول وقع في كفر طوالي من كفر في زول قد يكون جاهل في زول قد يكون ما عنده شبهة في واحد تاني تلقاه كبير في السن ما سمع بالكلام ده اصلا واحد ثالث تلقاه مكره الكلام ده الغمول والرغام واحد رابع او ثالث ده تلقاه مجنون زول مجنون بنادي الشيوخ اه فلان الحقنا ومجنون ده انا اكفره وده القلم مرفوع عنه
القلم مرفوعا. فافهم الكلام نحن هم نكفر ساي زول البراء وقال انا والله ما برجع وانا كذي وانا كذي بس كذي رجاله كذي بس ولا مزاج ولا غيره ده بطريقته ده بعد ده نحن بينا له. والله قال رسلا مبشرين ونحن بنتبعون احنا ما رسل لكن بنتبعون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فده الجواب على السؤال. صوفية دل عليه ضلال ما عليه مناج الحق. وبنجي إن شاء الله كل حلقة بنتكلم في المسائل دي ونناقش غيرها. أنا أقبل والله كنت دار أتكلم في البنات بعضا بعد العقيدة وبين التوحيد في بنات كنت دار الدين بعض الكلمات كده لعل الله ينفع بها بنات بتاعت بناطلين وحدات لابسات لبس مرض المرأة في بيت في وقت النوم بتلبس لافات زاي كذي في الشارع هسد جوط الكهرباء تقطع يسرخن والله الذي لا يلغى رجايات للمصيبة في محله كذي بجنبه وجوطه كذي ومصائب كلها في ميزان الشريعة. نحن بنبين الحكم الشرعي فيها وننصح لأنه في وحدات واحد بتنصحها بتمشي تراجع نفسها تتوب تتوب إلى الله. واحد هناك جنب المطار واحد أخونا اسمه عاصم أنا حاضر المشهد ده قبلي 6 ولا 7 سنة ولا أكثر 2009 ولا 2010 بيتكلم قال البت اتقي الله بالمعنى ده وتتوب إلى الله وفي نار وفي جنة. البت لابسة بنطلون يا دوب أولى سنة ولا ثانية سنة حاجة زين بقى لابسة البنطلون سمعت الكلام شوف في ناس فيهم خير سمعته كوركت بصوت عالي أنا سمعتها قالت والله آخر مرة من الليلة تاني بنطلون ما بلبسه قال تلا كويس الله يوفق وكذي ما صافحت قلت لها من بعيد الله يوفقك وكذي طيبات للطيبين إن شاء الله تلقى لك واحد طيب ماشي في ترجعك تاني البنطلون. والموضوع يطول إن شاء الله إذا مد الله في الأجال إحنا بنجي ونواصل وما تشتغلوا بأي زول يا جماعة. دي كلمة أنا أختم بها الناس في ناس دارة تسمع والله الذي لا إله غيره جزول بجنب كورك وزي بتاع التوسان الجبل ده هسي يوم بتاع العربية ده وقف محترم قاعد يسمع ده بتاع التوسان ولا غيره جاط الحركات دي نحن بنعرفها 10 سنة في الموضوع ده عارفينها. جا كورك بجنبه ما تقيفه جنبه خلوه يكورك ينبح براغ ويمشي لكن انت لما تقيف جنبه وده يقيف جنبه الناس بتقول في شنو في شكله بعد شوية الحكومة بتجي توقف الشغلة الناس تبقى مفتحة جزول كورك بجنبه خلوه يكورك ينبح براغ وصوته حرقه بيبقى مارق. جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.